كلام الناس اللي في الشارع ده كلام مهم جدا، ده كلام المواطن المصري البسيط اللي بيقول لك طبعا ما نطبعش مع اسرائيل. طبعا المصريين عاشوا القضية الفلسطينية، كلنا عشناها، ما حدش يعني افتكر على مدى عمري وانا طفلة اهم موضوع تعبير عندي دايما في اللغة العربية او في اي حاجة اكتب موضوع عن القضية الفلسطينية، فهي قضية عايشة فينا. يعني صعب جدا انه حد يفكر انه يطبع او انه ما يبقاش في حل غير عودة الاراضي. طيب خلينا واحنا بنتكلم عن الدول وبنتكلم عن مصر، لما بتسمعوا دايما مصطلح يقول لك مصر دولة عميقة، يعني ايه عميقة؟ يعني ايه مصر دولة مؤسسات؟ هي المؤسسات دي مهمة؟ هي الدولة شكلها والعمود الفقري بتاع الدولة ده ممكن يبقى عامل ازاي؟ لما بنسمع حد يقول لك ده جاي يهدد أمن الدولة، مين اللي يقدر يعمل كده؟ لو الدولة واقفة وثابتة وقادرة بمؤسساتها وبتكوينها أنها تكون على المشهد بشكل جيد، محدش يقدر يهددها، لكن شكلها إيه؟ توصيفها إيه؟ تتغير؟ هل أي حد يقدر يبقى رجل دولة؟ ده مهم جدا نعرفه، وده